يباهي واللي يطمن اللي الرئيس مدام عنده أقوى سلطة اللي هي الشعب ما عندوش مناش يخاف، بس أنه يعجل بالإصلاحات، أنه تطرد النهضة من الساحة السياسية بطريقة ديمقراطية، هذا الكل نحبه. قرارات حازمة أخذها السيد الرئيس، كنا ننتظروا فيها، عنا وقت طويل وإحنا ننتظروا فيها، حبينا إرساء العدل في البلاد، استنينا مدة 10 سنين، حبينا البلاد تتصلح من بعد الثورة، انتظرنا باش تصير عدالة اجتماعية في البلاد، باش تقسم الثروات بطريقة متساوية بين فرحان بالإجراءات هذه اللي كان مفروض من قبل. جات مؤخر كتبتك ياك، إن شاء الله فيها الخير. شخصيا سميته بالانقلاب الناعم الذي له ما يبرره. نحن لا نبرر الانقلابات، لكن هناك ظروف معينة توفرت ليكون هناك تحول في شكل انقلاب دستوري ناعم قانوني يسمونه ما يشاءون. نتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية خريطة طريق يعني مفصلة حول ماهية المرحلة القادمة، وكذلك نتوقع كذلك مراسيم جديدة يتم من خلالها محاسبة الفاسدين، وكذلك يعني إعادة مسار السياسي من جديد. ما وقع في 48 ساعة الأخيرة هو انتقال مفصلي، انتقال تاريخي من واقع إلى واقع جديد، صفحة سياسية طويت بكاملها، مشهد جديد سيبنى قريبا. أعتقد أن رئيس الدولة سيباشر مبدئيا ببعض المراسيم التنفيذية، تليها خارطة طريق ينتظرها التونسيون.